بسم الله الرحمن الرحيم. المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان. دروس في المسجد الحرام للشيخ صالح بن فوزان الفوزان حفظه الله. الدرس 17. العبادات كلها لا تصح إلا بنية، بقوله صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. كل العبادات لا تصح إلا بالنية، وتكون النية خالصة لوجه الله عز وجل، والنية محلها القلب ولا يتلفظ بها. فلا يقول اللهم إني نويت أن أصوم هذا اليوم، أو يقول اللهم إني نويت أن أصلي، أو يقول اللهم إني نويت أن أطوف بالبيت 7 أشواط. هذا كله من البدع. ما كان النبي صلى الله عليه وسلم يتلفظ بالنية عند العمل، ولا كان صحابته يفعلون ذلك، وإنما هذا شيء حدث متأخرا، صار بعض الناس يتلفظون بالنية عند بداية الأعمال، وهذا زيادة على ما شرعه الله. النية تكفي في القلب، والله يعلم ما في القلوب ولو لم تتلفظ. الله يعلم ما في قلبك ولو لم تتلفظ، الله عليم بذات الصدور. ولا تعلمون الله بدينكم والله يعلم ما في السماوات وما في الأرض والله بكل شيء عليم. لا يحتاج التلفظ بالنية، وإنما يكفي استحضارها بالقلب عند بداية العبادة، ومنها الصيام، وهذا في صوم الفرض. صوم الفرض لا يصح إلا إذا نويته قبل الفجر، سواء كان صيام رمضان أو كان صيام كفارة أو صيام نذر نذرته. كل صوم واجب فلا بد فيه من النية قبل الفجر، لئلا يمضي وقت من النهار بدون نية ولو كان قليلا. هذا معنى قوله صلى الله عليه وسلم: لا من لم يبيت النية من الليل. في الرواية الأخرى: قبل الفجر. يعني ما هو بلازم تنوي من أول الليل، لو أنك بت ما عندك نية صوم ولكنك نويت عند الفجر أجزى هذا وكفى، هذا يكفي. المهم أنه ما يطلع الفجر إلا وأنت قد نويت الصيام. هذا في الفريضة، في كل صوم واجب لا بد أن تنويه قبل الفجر حتى تكون النية مصاحبة له من أوله إلى آخره، إلى أن تغرب الشمس، وتكون النية من بداية الصيام إلى نهايته. هذا صوم الفرض. فلو أنك في أثناء النهار نويت الإفطار بطل صيامك. لو أنك في أثناء النهار وأنت صايم رمضان أو غير رمضان من الكفارات نويت الإفطار بطل صيام نويت الإفطار بطل صيامك، لأنك قطعت النية ومر وقت وأنت بدون نية. ولو عزمت بعد ذلك ما ينفع، ما دام قطعت النية بطل الصيام. لا بد أن تستمر النية معك إلى غروب الشمس حتى يكون الصوم كله بنية من أوله إلى آخره. هذا معنى أنه إذا لم يبيت أو لم ينوي قبل الفجر أنه لا صيام له، يعني أن صيامه باطل. هذا نفي للصحة، فلا صيام له، يعني يكون صيامه باطلا إذا مضى منه وقت بدون نية، سواء كان من أوله أو من وسطه أو من آخره. لا بد أن تكون النية من قبل طلوع الفجر إلى أن تغرب الشمس، وأنت باق على نية صيامك، لأنه عبادة، والعبادات لا تصح إلا بالنية. وكذلك تكون النية خالصة لله عز وجل. فلو أنك نويت غير الله بعملك فإنه باطل. لو نويت الرياء، لو نويت الرياء والمدح من الناس والثناء من الناس، أو صمت بقصد دنيوي من أجل أن تعطى من الدنيا، إذا رآك الناس صائما أعطوك، هذا قصدك، هذا صيام لغير الله عز وجل، صيام يقصد به الرياء أو يقصد به طمع الدنيا. وكذلك في سائر الأعمال يجب أن تكون الأعمال خالصة لوجه الله عز وجل. فاعبد الله مخلصا له الدين، فادعوا الله مخلصين
له الدين، وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين، مخلصين. والإخلاص أن يكون عملك لوجه الله، لا تقصد به غير وجه الله، لا تقصد به طمعا من مطامع الدنيا، أو تقصد به رياء، أو تقصد به سمعة من أجل أن يثني الناس عليك أو يمدحوك أو يكون لك منزلة عندهم. هذا كله عمل باطل، لأنه لغير وجه الله عز وجل. فيجب على المسلم أن يستحضر هذا الأمر العظيم، أن يخلص أعماله كلها لله عز وجل، لا يجعل فيها لأحد شركة. فإن الله سبحانه يقول في الحديث القدسي: من عمل عملا أشرك معي فيه غيري تركته وشركه. في رواية: فهو للذي أشرك وأنا منه بريء. وهذا في كل الأعمال، تكون خالصة لوجه الله عز وجل، هذا شرط في صحة العمل وقبوله، أن يكون خالصا لوجه الله. فإن الله لا يقبل من الأعمال والأقوال إلا ما كان خالصا لوجهه. والشرط الثاني أن يكون هذا العمل صوابا على سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ليس فيه بدعة ولا شيء محدث، وإنما يكون موافقا لسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال الله جل وعلا: الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا. أيكم أحسن عملا، ما قال أيكم أكثر عملا، وإنما قال أيكم أحسن عملا، لأن العبرة بحسن العمل وليست العبرة بكثرة العمل. أيكم أحسن عملا، ما معنى أيكم أحسن عملا؟ قالوا معناه أخلصه وأصوبه. أخلصه بأن يكون خالصا لوجه الله عز وجل، وأصوبه بأن يكون صوابا على سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فإن العمل إذا لم يكن خالصا لله لا يقبل، وكذلك إذا كان خالصا لوجه الله ولكنه على غير سنة رسول الله فإنه لا يقبل أيضا، لا يقبل حتى يكون خالصا صوابا. وهذا كما في قوله تعالى: بلى من أسلم وجهه لله وهو محسن فله أجره عند ربه ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. هذان الشرطان: أسلم وجهه لله، هذا الإخلاص، يعني أخلص نيته وعمله لله، وهو محسن أي متبع للرسول صلى الله عليه وسلم، فهذا هو العمل الذي يقبل عند الله إذا كان خالصا وكان صوابا، فإنه يقبل عند الله عز وجل، له أجره عند ربه ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. فإن اختل شرط من هذين الشرطين فإن عمله يكون باطلا. ومن ذلك الصيام، يصوم بنية خالصة لوجه الله عز وجل. وروت عائشة رضي الله عنها أم المؤمنين أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل بيته ذات يوم فقال: هل عندكم من شيء، يعني طعام؟ قالوا: لا. قال: إني إذن صائم، إني إذن صائم. فهو صلى الله عليه وسلم لم ينوي الصيام إلا بعد أن دخل في النهار وطلب طعام ولم يجد، قال: إني إذن صائم. هذا دليل على أن الصيام يصح بنية من النهار ولو لم ينوه قبل الفجر. فكيف تجمع بينه وبين حديث حفصة السابق؟ الجمع أن حديث حفصة هذا في صوم الفرض، وأما حديث عائشة فهو في صوم النافلة، فالنافلة أمرها واسع، يجوز أن تصوم بنية من النهار بشرط أن لا يمضي أن أكلت أو شربت بعد طلوع الفجر. فإذا أصبحت وأنت لم تأكل ولم تشرب ولم تتناول مفطرا ثم نويت الصيام في أثناء النهار صح، هذا في النافلة، صوم النافلة. ودليله هذا الحديث
أن الرسول صلى الله عليه وسلم لم ينوي إلا بعد أن لم يجد في بيته شيئا من الطعام نوى الصيام عليه الصلاة والسلام، وصح ذلك منه لأن هذا نافلة، فالنافلة صيام النافلة يصح بنية من النهار ولو لم تنوه من الليل ولو لم تنوه عند الفجر. ودخل ذات يوم، تقول عائشة رضي الله عنها، ودخل ذات يوم فأخبرناه أن عندنا كذا وكذا من الطعام، فقال أرنيه فإني أصبحت صائما، فأكل منه عليه الصلاة والسلام. هذا دليل أيضا على أن صوم النافلة يجوز للإنسان أن يقطعه وأن يفطر، يجوز أن يقطعه وأن يفطر، لأنه صوم نافلة ما هو واجب، إن شاء استمر وأكمله وإن شاء قطعه، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قطع صومه وأكل من الطعام، فدل على أن صوم النافلة الإنسان بالخيار، إن شاء استمر وأكمله وإن شاء أفطر، لا حرج عليه في ذلك. هذا فرق ما بين صيام النافلة وصيام الفريضة. صيام الفريضة لا بد أن ينوى قبل الفجر وأن تستمر النية إلى غروب الشمس ولا يقطعه. أما صوم النافلة فيجوز فيه الأمران، يجوز أن يصوم وينوي بعد الفجر، ويجوز له أن يقطعه إذا أراد ولا حرج عليه في ذلك ولا يقضيه. إذا أفطر لصوم النافلة إنه لا يقضيه، إنما القضاء لصوم الفريضة خاصة. يجب على المسلم أن يعرف هذه الأمور حول النية في الصيام، صيام الفريضة صيام النافلة، ويفرق بينهما كما فرقت الأدلة لذلك. وصوم النافلة أوسع من صوم الفريضة، أما صوم الفريضة فهو لا بد أن يكون بنية من طلوع الفجر إلى غروب الشمس، لا تنقطع النية حتى يكون صومه صحيحا مجزئا. وعلى كل حال هذا يدل على أهمية النية، يدل على أهمية النية في الأعمال، وأن العبرة بالنية، العبرة بالنية والاتباع للرسول صلى الله عليه وسلم، ليست العبرة بصورة الأعمال أو كثرة الأعمال. قد تكون أعمال كثيرة وهي غير صحيحة، إما لأن نية صاحبها غير خالصة لله، وإما أن تكون على غير سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، تكون مبتدعة لا دليل عليها من الكتاب والسنة فتكون باطلة ولو كثرت. فالعبرة ليست بكثرة العمل أو صورة العمل، وإنما العبرة بالعمل الذي يكون خالصا لوجه الله سالما من الشرك والرياء والسمعة، ويكون صوابا على هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم خاليا من البدعة والإحداث في الدين ما ليس منه. هذا والله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. هذا يسأل يقول: هل يجوز المرور بين يدي المصلي في الصلاة هنا في الحرم؟ نعم، يجوز المرور بين يدي المصلي في الحرم للزحمة والضرورة، الناس يصلون كل مكان فيه مصلي، لو أنك ما تمر تعطلت تاقف، فيجوز المرور لأجل الضرورة، والدين يسر ولله الحمد. وكان صلى الله عليه وسلم قد صلى في الحرم والناس يمرون من بين يديه عليه الصلاة والسلام ولم يمنعهم، والدين يسر ولله الحمد، ما في حرج. فإذا كثر الزحام فإنه يباح المرور لأجل الضرورة. بعض الإخوان يتشدد بهذا ويبي يمنع الناس ما يمرون بالحرم، ما يمكن هذا، الناس كثيرون ويبي يمرون، ما لهم طريق، ما لهم طريق إلا المرور. هذا من ناحية. الناحية الثانية، إذا كانوا يصلون خلف الإمام فسترة الإمام سترة للجميع سواء في الحرم أو في غيره، إذا كانوا يصلون خلف إمام فإنها تكفي سترة الإمام عن الجميع، ولا حاجة إن كل واحد يجعل له سترة، وهذا من تيسير الله سبحانه وتعالى.
في هذا الدين وأنه لا حرج فيه. هذا نفس السؤال اللي قبل هذا، يقول هل صحيح أنه فيه فرق بين المسجد الحرام وغيره؟ المسجد الحرام يجوز المرور بين يدي المصلي، وغير المسجد الحرام لا يجوز؟ نعم صحيح، هذا المسجد الحرام خاصة يجوز المرور بين يدي المصلي للضرورة، وأما غيره من المساجد فليس هناك ضرورة، الطرق كثيرة والمساجد واسعة غير المسجد الحرام، فلا يجوز تمر بين يدي المصلي. هذا يقول هل يجوز الجمع بين النيات في العبادة كأن ينوي القضاء وصيام شوال؟ لا ما يصلح هذا، ما يجوز إنه يصوم ناوي صومين، صوم 6 أيام من شوال وصوم قضاء، لا يصوم قضاء، يصوم بنية القضاء فقط، وإذا انتهى القضاء وشوال باق فيه أيام يصوم 6 من شوال، صوم القضاء على حدة ويصوم 6 من شوال على حدة ولا يجمع بينهما. هذا يقول هل الصلاة في المساجد التي حول الحرم أجرها مثل أجر الحرم؟ نعم، كل ما كان داخل الأميال حدود الحرم، ما كان داخل حدود الحرم من جميع الجهات فإنه له حكم الصلاة في المسجد الحرام، لأنه كله حرم وكله يسمى بالمسجد الحرام، فالصلاة في أي مكان، في أي مسجد من مساجد مكة تضاعف مثل الصلاة عند الكعبة، ولكن الصلاة عند الكعبة أحسن، وإلا فالأجر كله سواء ما كان داخل الحرم، وكله سواء في المضاعفة، مضاعفة الأجر إن شاء الله. هذا يقول رجل به مرض لا يرجى برؤه، لا يرجى برؤه وشرب الماء في رمضان، ما مقدار الفدية؟ الحاصل إن هذا سؤال يقول فيه رجل مريض، مرض لا يرجى برؤه، مرض مزمن اللي يسمونه المزمن، لا يرجى برؤه، وهو لا يستطيع الصيام، يحتاج إلى الشرب ويحتاج إلى الدواء. نقول هذا يفطر ويدفع الفدية فقط، عليه الفدية وهي إطعام مسكين عن كل يوم، عن كل يوم يدفع نصف صاع، ولا عليه الصيام، لقوله تعالى وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين، يطيقونه يعني لا يستطيعون الصيام، إما لهرم وكبر وإما لمرض مزمن لا يرجى له برؤه ولا يستطيع الصيام، هذا تجب عليه الفدية وهي إطعام مسكين عن كل يوم وليس عليه الصيام، والحمد لله. يقول في هذه الصبيحة بدأت أشرب الماء وإذا بالأذان الثاني بدأ، فاستمريت في ابتلاع ما بداخل فمي. كان الواجب عليك أنك لما أذن تمسك عن شراب الماء، هذا هو الواجب عليك، لكن ما دام انك ادخلت الماء الى فمك وبدا الاذان والماء يدخل في فمك لا مانع تبتلع ما دخل في فمك، لا مانع من ابتلاعه، اما انك تشرب عقب ما يذن هذا ما يجوز، لكن لو شربت وانت ما سمعت الاذان ثم اذن وانت تشرب امسك عن الشراب وابلع ما في فمك، ما في باس. هذا يسأل عن طلب العلم، يقول يعني هل طالب العلم ما يبدأ بطلب العلم إلا بعد أن يحفظ القرآن؟ نقول لا، ليس بلازم، يبدأ بطلب العلم ولو لم يحفظ القرآن، إن كان حفظ القرآن فهذا أحسن، وإن لم يحفظ القرآن فيبدأ بطلب العلم ويقرأ القرآن من المصحف ولو من غير حفظ. هذا يقول أنه يتكلم كلام سيء، يقول أنه يحلق لحيته ويدمن على الدخان، فبماذا تنصحني؟ ننصحك بالتوبة إلى الله عز وجل، تترك حلق اللحية وتترك الدخان، تترك هاتين المعصيتين، تتوب إلى الله عز وجل وتبادر بالتوبة، والله يتوب على من تاب، ولا تستمر على المعصية
بل يجب عليك المبادرة بالتوبة والعزم على ترك المعصية، والله يعينك على ذلك، ولا يخدعك الشيطان أو النفس الأمارة بالسوء وتستمر على المعصية فيختم لك بسوء، ولا حول ولا قوة إلا بالله، لأنك ما تدري الموت متى يحصل، فيأتيك الموت وأنت تائب لله، ولا يأتيك الموت وأنت مصر على المعاصي فتنتقل إلى الدار الآخرة وأنت عاصيا لله عز وجل. عليك بالتوبة والمبادرة، والله يتوب على من تاب. هذا يقترح اقتراح، يقول لو أن الدرس يكون في الساحة، لأن هذا المكان ضيق، هذا يمكن تقدمه للمسؤولين عن الدرس، الجهة المسؤولة عن الدروس، قدم لهم الاقتراح هذا، أنا ما عندي مانع، في الساحة ولا بالرواق ولا في أي مكان. نعم. هذا يقول هل الاستمناء من مفسدات الصوم؟ هل هو من مفسدات الصوم؟ وإذا استعمله فماذا يفعل؟ والصلاة الطائرة كيف تكون صفتها؟ الاستمناء وهو إخراج المني بسبب بالعبث الذكر، استمني بيده يعالج ذكره حتى ينزل المني، هذا حرام ولا يجوز أبدا في كل الأيام، ما يجوز، لأن هذا استعمال للفرج فيما لم يبحه الله عز وجل. الله جل وعلا يقول والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين، فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون. الله لم يبح الاستمناء إلا بالجماع بالزوجة أو ملك اليمين، وما عدا ذلك فهو حرام، ويجب حفظ فرجك عن هذا الشيء. وإذا حصل وأنت صايم فإنه يبطل الصيام، إذا حصل منك وأنت صايم يبطل الصيام، وإذا حصل منك وأنت مفطر فأنت تأثم، وإذا حصل وأنت صايم فأنت تأثم ويبطل الصيام أيضا، يكون أشد. فعلى من يعمل هذا الشيء أن يتوب إلى الله وأن يترك هذه العادة السيئة. قال صلى الله عليه وسلم يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج، اللي يستطيع تكاليف الزواج يتزوج، ومن لم يستطع فعليه بالصوم، ما قال يستمني، قال عليه بالصوم، فإنه له وجة، لأن الصوم يضعف الشهوة، الصوم يضعف الشهوة ويعالج هذا الأمر. أما الاستمناء فهو حرام ولا يجوز، وإذا حصل وهو صائم بطل صيامه. وأما الصلاة في الطائرة فإذا كان الطيران مدته طويلة ولا تهبط الطائرة إلا بعد خروج الوقت، فإن كانت هذه الصلاة يمكن جمعها مع ما بعدها جمع تأخير كالظهر مع العصر أو المغرب مع العشاء، فإنك تنوي التأخير، فإذا نزلت في المطار تصلي الصلاتين جمع تأخير إذا أمكن هذا. إذا كان طيران مدته طويلة يأخذ 14 ساعة أو أكثر، حينئذ تصلي على حسب حالك، تصلي على حسب حالك، لقوله تعالى فاتقوا الله ما استطعتم، تصلي إلى القبلة، تسأل عن جهة القبلة، تصلي سواء صليت قائما إن كنت تستطيع القيام أو تصلي جالسا، لقوله تعالى فاتقوا الله ما استطعتم، ولا تترك الصلاة، تصلي على حسب حالك. ويقول أيضا سؤال ثالث متى تصلى راتبة العشاء؟ راتبة العشاء بعدها تصليها مباشرة، إذا صليت العشاء تصلي الراتبة بعدها مباشرة ولا تؤخرها، لأنك يمكن تنساها أو تنشغل عنها، أصليها بعد العشاء مباشرة. هذا يسأل عن رفع اليدين في الدعاء، الأصل في الدعاء ترفع اليدين، هذا هو الأصل، لأن هذا من أسباب الإجابة ومن آداب الدعاء، إلا في المواضع التي دعا فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يرفع يديه، مثل الدعاء في الركوع والدعاء في السجود وبين السجدتين والدعاء في التشهد الأخير، هذا ما ورد أن الرسول صلى الله عليه وسلم يرفع يديه فيه، فلا نرفع أيدينا فيه. وما عدا ذلك
ترفع اليدين في الدعاء، هذا أكمل وأفضل. نعم. هذا يقول: أتيت من اليمن بعمرة، هل يصح لي إذا رجعت إلى جدة أن أعيد عمرة أخرى؟ لا بأس بذلك، إذا ذهبت إلى جدة وأردت الرجوع إلى مكة لا بأس، تحلم بعمرة ثانية زيادة خير، ما هو تطلع من مكة لنية العمرة، لا، أنت رايح الجدة لك شغل مثلا، رايح الجدة لك شغل، فإذا خلصت الشغل وأردت أنك ترجع تحرم بعمرة ثانية لا بأس. هذا يقول: ورد في الأحاديث أن زكاة الفطر تكون صاعا من طعام أو نصف صاع من قمح، فهل يدخل القمح المطحون في الطعام فيخرج منه صاع أم يبقى على الأصل؟ يا أخي، الصحيح والذي عليه الأكثر إن الفطرة صاع من جميع الأنواع من البر وغيره، هذا هو الصحيح من قولي العلماء، فيخرج صاع كامل سواء من البر أو من غيره، وسواء أخرجها من حب أو أخرجها مطحونة لا بأس بذلك إن شاء الله. هذا يسأل عن الجاهلية. الجاهلية ما كان قبل بعثة الرسول صلى الله عليه وسلم، هذه هي الجاهلية. لما بعث النبي صلى الله عليه وسلم انتهت الجاهلية والحمد لله، وجاء العلم والدين وانتهت الجاهلية، أصبح الناس في علم، أصبحت الشريعة ولله الحمد موجودة ومستمرة. الجاهلية العامة انتهت ببعثة الرسول صلى الله عليه وسلم. أما أنه يبقى شيء من الجاهلية في بعض الناس، نعم يبقى، يبقى شيء من خصال الجاهلية في بعض الناس حتى يتركها، فلذلك يجب علينا أن نترك عادات الجاهلية وأعمال الجاهلية، ومن كان فيه خصلة من خصال الجاهلية يجب عليه تركها. لكن الجاهلية العامة نقول كل الناس في جاهلية، هذا غلط، ما هو كل الناس في جاهلية ولله الحمد، فيهم مسلمون، فيهم أهل سنة، فيهم مستقيمون على الحق. أما أنه يوجد جاهلية في بعض الناس هذا ما، نعم ممكن. نعم. ألا يقول إن أبي يريد مني حلق اللحية، هل يطيعه؟ لا، لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق، طاعة الوالدين في المعروف، أما إذا أمرك والدك بالمعصية فلا تطعه، وإن جاهداك لتشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما، وصاحبهما في الدنيا معروفا. ويقول صلى الله عليه وسلم: لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. نعم. هذا يقول: ما حكم لبس البنطال الواسع وما حكم الصلاة فيه؟ إذا كان من عادة بلدك إن الرجال يلبسون البنطال، من عادة بلدك هذا إنهم يلبسون البنطال، فلا مانع، لأن الأصل في اللباس الإباحة. أما إذا كان عادة بلدك يلبسون الثياب أو يلبسون الإزار والرداء، فأنت تمشي على عادة بلدك ولا تخالف عادة بلدك فتصبح شهرة بينهم، البس ما يلبسه أهل بلدك ما دام إنه من المباح وليس فيه شيء من الحرام، البس، البس مثلهم، وتصلي فيه ما في مانع، ولا يكون ضيقا، يكون واسعا حيث تستطيع الركوع والسجود والجلوس، يكون واسع ما يكون ضيق. نعم. فالملابس الأصل فيها الإباحة وتتبع العادة في كل بلد. نعم. هذا يسأل بالنسبة لزكاة الفطر، يقول: أنا هنا في مكة منذ أول رمضان إلى غاية ما بعد الفطر، تركت زوجتي وولدي في الجزائر، كيف أخرج زكاة الفطر؟ الأمر سهل في هذا، إن شئت تخرج زكاتك وزكاة أولادك وزوجك هنا، تخرج الفطرة عن نفسك وعن زوجك وأولادك هنا، تدفعها للفقراء هنا، وإن شئت توكلهم في الجزائر يخرجون الفطرة عنك وعنهم في بلدهم، لا مانع من ذلك، كله جائز والحمد لله. هذا يقول: كيف نرد على من أجاز التصوير بآلة الفوتوغراف؟ نرد عليه بعموم أحاديث الرسول صلى الله عليه وسلم، الرسول حرم التصوير مطلقا ولم يستثني
الفوتوغراف ولا غيره، حرم التصوير ولم يستثني ولم يذكر الآلة التي يصور بها، بل حرم التصوير مطلقا سواء بالفوتوغراف أو بالرسم أو بالنحت، تصوير عام. والأحاديث العامة لا يجوز تخصيصها إلا بدليل، اللي يبيحون تصوير الفوتوغراف عليهم يجيبون دليل يخصص أحاديث الرسول صلى الله عليه وسلم، إلا الضرورة، إذا دعت الضرورة إلى التصوير فإنه يصور بقدر الضرورة. قوله تعالى: قد فصل لكم ما حرم عليكم إلا ما اضطررتم إليه. فإذا دعت الضرورة للتصوير للجواز السفر أو للبطاقة الشخصية أو لرخصة القيادة يصور بقدر الضرورة. وأما أنه يصور للهواية أو للذكريات أو ما أشبه ذلك أو للفن، هذا كله حرام ولا يجوز وله بضرورة هذا. نعم. هذا يقول: نرجو الإفادة في استعمال الروائح الكحولية. يا أخي، الطيب الأصل فيه الحل والإباحة إلا ما ثبت أنه يسكر، إذا كان يسكر فهو حرام. قوله صلى الله عليه وسلم: كل مسكر خمر وكل خمر حرام. قال عليه الصلاة والسلام: ما أسكر كثيره فقليله حرام. إذا كان هذا الطيب يسكر لو شرب أو يستعمل للإسكار فإنه حرام ونجس، يجب إتلافه. أما الطيب اللي ما فيه إسكار فهو حلال، الأصل فيه الحل، ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث. هذا يسأل عن المحرم للمرأة في السفر. المحرم للمرأة في السفر ضروري، ولا يجوز لها أن تسافر إلا مع محرم، في قوله صلى الله عليه وسلم: لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تسافر إلا ومعها ذو محرم، إلا ومعها ذو محرم. فلا يجوز للمرأة أن تسافر بدون محرم، والمحرم هو من تحرم عليه على التأبيد من أقاربها أو من أصهارها، هذا هو المحرم، ويكون بالغا عاقلا يصاحبها في السفر. وجاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم يريد الغزو، وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن امرأته خرجت حاجة، فقال له صلى الله عليه وسلم: ارجع فحج مع امرأتك. أرجعه من الغزو ليحج مع امرأته، دل على وجوب المحرم في السفر للمرأة، وأن لا يجوز لها أن تحج أو تعتمر أو تسافر أي سفر إلا ومعها محرمها، لأنها بحاجة إليه، لأنها ضعيفة، قد تمرض، قد يصيبها مرض، يصيبها حادث من الحوادث، تحتاج إلى محرم يصونها ويدافع عنها وينظر في مصالحها، لأنها ضعيفة وفتنة. هذا يقول: ما حكم من صام على حساب الفلك؟ نقول: أخطأوا في هذا، لكن تصوم مع المسلمين، إذا صام المسلمون في بلدك تصوم معهم، وإذا أفطروا تفطر معهم، ويكون الإثم على الذي صومهم على الفلك، الإثم على من أمرهم بالصيام على حساب الفلك. أما أنت فلا تخالف المسلمين، صم معهم وأفطر معهم والحمد لله. هذا يسأل عن تكرار العمرة في رمضان، وذلك بأن يعتمر الإنسان مثلا 3 عمرات. هذا تكرر السؤال والجواب عنه، قلنا لكم يا أخوان: الأفضل لكم والأحسن البقاء في المسجد الحرام للعبادة، أنتم تريدون الأجر، البقاء في المسجد الحرام، الصلاة فيه، صلاة الواحدة عن 100,000 صلاة، أي هذا والعمرة؟ 100,000 صلاة، صلاة الواحدة، إذا رحت تعتمر فات عليك صلوات كثيرة. والعمرة ما في شك فيها أجر وفيها ثواب، لكن فيه ما هو أفضل منها، أفضل منها البقاء في المسجد الحرام للصلاة فيه والطواف وتلاوة القرآن والاعتكاف في المسجد الحرام، هذا أكثر أجرا وأعظم ثوابا من العمرة، تكرار العمرة مرات. وما أنت اعتمرت خلاص،
اعتمرت مرة واحدة تكفي الحمد لله. ألا يسأل لما دمنا تكلمنا في النية للصيام، يقول هل تكفي النية الواحدة لرمضان كله أو كل يوم يحتاج إلى نية؟ نقول لا، كل يوم يحتاج إلى نية، لأن كل يوم عبادة مستقلة، فلا بد من النية لكل يوم قبل طلوع الفجر. وأنت إذا قمت للسحور، إذا قمت للسحور فأنت نويت قيامك للسحور وأكلك للسحور، هذا هو النية. نعم، هذا يقول إن من ينطق بالشهادتين فهو مسلم. نقول نعم، من ينطق بالشهادتين فهو مسلم، لكن إذا حصل منه ما يخالف الشهادتين ويناقض الشهادتين حكمنا بردته. إذا دعا غير الله أو ذبح لغير الله أو استغاث بالأموات أو ترك الصلاة متعمدا، نقول هذا قال لا إله إلا الله، دخل في الإسلام لكنه ارتد بترك الصلاة، ارتد بالشرك بدعاء غير الله أو الذبح لغير الله أو النذر لغير الله، فهو أبطل إسلامه. نعم، الله جل وعلا يقول يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول ولا تبطلوا أعمالكم، لا تبطلوا أعمالكم بأن تعملوا شيئا يبطلها، بل تستمر على الإسلام وعلى أعمال الإسلام ولا تعمل شيء يبطل الإسلام. الإسلام يبطل بالنواقض التي تفسده. هذا يقول الاعتكاف، صحة حديث لا اعتكاف إلا في المساجد الثلاثة. الاعتكاف يجوز في كل مسجد يصلى فيه، قوله تعالى ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد، هذا عام في جميع المساجد، ولكن المساجد الثلاثة أفضل من غيرها. فقوله صلى الله عليه وسلم لا اعتكاف إلا في المساجد الثلاثة، يعني هذا من باب الفضيلة، يعني إن الاعتكاف في المساجد الثلاثة أفضل من الاعتكاف في غيرها من المساجد، كما أن الصلاة في المساجد الثلاثة أفضل من الصلاة في غيرها. نعم، هذا يسأل عن السمسار الذي يكون بين البائع والمشتري، ياخذ إجرة. نعم لا بأس، يكون الإنسان سمسار بين البائع والمشتري، يسعى بينهما ويكون له أجرة على عمله وسعيه، لا مانع من ذلك، لأن هذا مصلحة للجميع. باقي السؤال ما أدري، يقول خصوصا في مجال العقار، كل واحد العقار وغيره، سمسار يصح اتخاذ السمسار ويصح انه يعطى أجرة عن تعبه. يسأل عن كيفية طواف الرسول صلى الله عليه وسلم. طواف الرسول انه طاف بالكعبة، بدأ من الحجر عليه الصلاة والسلام واستلمه وقبله، ثم طاف سبعة أشواط عليه الصلاة والسلام، وكان يذكر الله ويدعو الله في طوافه، ثم لما فرغ صلى ركعتين خلف مقام إبراهيم، صلى ركعتين ركعتي الطواف. هذه صفة طواف الرسول صلى الله عليه وسلم. ألا يقول أحرمت من أبيار علي، يعني عند المدينة ذو الحليفة، أحرمت وبعد ذلك استعملت الطيب، فما حكم استعماله؟ هذا غلط، استعمال الطيب بعد نية الإحرام حرام، لا يجوز، ولكن الجاهل يعفى عنه، فإذا كنت استعملته ناسيا أو جاهلا فإنه يعفى عن ذلك. أما إن كنت متعمدا، استعملت الطيب متعمدا بعد ما أحرمت، يكون عليك فدية، يكون عليك فدية تخير فيها بين ذبح شاة في مكة أو إطعام ستة مساكين في مكة أو صيام ثلاثة أيام، تخير بين هذه الأمور الثلاثة إذا تطيبت متعمدا بعد الإحرام. نعم، هذا يذكر كيفية الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم مشروعة بقوله تعالى إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. هذا من حقه صلى الله عليه وسلم علينا، الرسول له حقوق عظيمة على الأمة، منها الصلاة والسلام عليه، والمصلحة راجعة لنا، قال صلى الله عليه وسلم من صلى علي واحدة
صلى الله عليه بها عشرا. المصلحة لنا في هذا، ونؤدي بذلك حقه صلى الله عليه وسلم. أما الصيغة الأمر واسع، تقول صلى الله عليه وسلم، أو تقول اللهم صل وسلم على نبينا محمد، أو تقول محمد عليه الصلاة والسلام، أو تقول اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. كل هذه صيغ جائزة، كلها جائزة والحمد لله. هذا يقول إن في بلدنا إنهم إذا دفنوا الميت يقوم واحد يدعو على قبره والبقية يؤمنون. نقول المشروع إن المسلمين إذا دفنوا الميت يقفون على قبره ويدعون له بالرحمة والمغفرة، ما هو بجماعة، لا، كل واحد يدعو بنفسه، ولا يكونون جماعة بصوت واحد أو واحد يدعو وهم يؤمنون، هذا لم يرد. وإنما تقف على قبر أخيك بعد الدفن وتقول اللهم اغفر له، اللهم ثبته، والآخر يقول مثلك، وهكذا بدون صوت جماعي أو واحد يدعو والبقية يؤمنون. هذه الصفات لم ترد في هذا الموضوع. الموضوع أنه يدعى له بدون اجتماع وبدون صوت جماعي وبدون اقتداء بواحد يؤمنون على دعائه. نعم. يقول أرجو توضيح الأفضل في صفوف الصلاة في الحرم، وهل يستوي الصلاة في الصحن والصلاة في الطوابق العليا؟ نعم، ما كان داخل جدار الحرم من جميع الجوانب وكله الحمد لله كله صلاة في الحرم، ما كان داخل حايش المسجد الحرام من جميع الجوانب، من صلى فيه صلى في المسجد الحرام، سواء في الأرض أو بالدور الثاني أو بالدور الثالث. وكل ما قربت من الكعبة فهو أفضل، كل ما قربت من الكعبة فهو أفضل. لكن من صلى في داخل حايش المسجد الحرام فقد صلى في المسجد الحرام في أي مكان، لكن لا بد أن الصفوف تعتدل، ولا بد أن الصفوف تتوالى، ما يكون بينها مسافات ولا تكون متقطعة، تكون صفوف معتدلة تامة، يكمل الأول فالأول إذا أمكن هذا. نعم. هذا يسأل عن عادة الصوفية في بلد من البلدان، يجتمعون في المسجد 3 أيام في الأسبوع ويتحلقون حلقة ويقرؤون جميعا حزب الرفاعي. يا أخي هذه كلها باطلة وكلها ما لها أصل وبدع، ولا الرفاعي له ذكر ولا فلان له ذكر، الذكر ما ورد في الكتاب والسنة عن الرسول صلى الله عليه وسلم، فنحن نتبع الرسول ما نتبع الرفاعي ولا فلان ولا فلان، نتبع الرسول صلى الله عليه وسلم ونذكر الله بدون أننا نتحلق أو نجتمع، نذكر الله، كل يذكر الله، اذكروا الله قياما وقعودا وعلى جنوبكم كما قال تعالى ويذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبكم، ويقول جل وعلا يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا. فأنت تذكر الله في أي مكان وحدك، ما هو مع أحد، تذكر الله وأنت راكب، تذكر الله وأنت تمشي، تذكر الله وأنت مضطجع، تذكر الله في ركوعك وسجودك بدون جماعات وبدون. نعم. هذا يسأل عن طلب العلم. طلب العلم من أفضل الأعمال، تطلب العلم على العلماء، إذا وجدت العلماء في أي مكان تطلب العلم عندهم وهم يوجهونك الطريقة التي يسيرون عليها، يوجهونك، المعلم هو اللي يوجه الطالب على الكتاب، على وقت الدرس، على كل، معلم هو اللي يوجه الطلاب ويعين لهم الكتب التي يقرؤونها ويشرحها لهم. نعم. هذا يسأل هل الأفضل الاشتغال بتلاوة القرآن أو بالأذكار؟ نقول يجمع بينهما، تارة يقرأ القرآن وتارة يذكر الله عز وجل، وتلاوة القرآن هي أعظم الذكر لله، هي ذكر لله،
بل هي أعظم الذكر. وكونه يجمع بينهم تارة يقرأ وتارة يذكر الله هذا أحسن وأتم. نعم. هذا يسأل عن الدعاء بين الأذان والإقامة، نقول نعم هذا طيب، ومظنة الإجابة الدعاء بين الأذان والإقامة مظنة الإجابة، وليس هناك دعاء مخصص، بل يدعو بما تيسر له من الأدعية الشرعية، وفي هذا فضل، والحديث في هذا لا بأس به، لا يرد الدعاء بين الأذان والإقامة لا بأس به. نعم.